ومين في غير مروان حيدر الخبير الزراعي بيطلع علينا من بيت الزراعة بهالفقرة؟ لا جديده المعتاد، الناس بتنطره من يوم ليوم بين فواكه وخضرة سلع غذائية مونة من بيوت السيدات وكلها بأسعار من دون أي ربح، مش هيك عم بيكون أسعار جدا 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 أقل من سعر السوق. بنعرف آخر فترة قديش كانت الأسعار عم بتكون موجعة وكبيرة. مروان عوافي يا حيدر مروان، عوافي، اليوم في بونجور عنب بونجور زيادة. اي ما بونجور، وعدنا يعطيكم امبارح العافية. انه راح يجيب عنب ايه بس اليوم. يوم في غير عنب شو؟ صح، يلا تفضل. في تين، في تفاح، في موز. راح نبلش بأول سلة. في صبير؟ عنا أول سلة، سلة الأرض. في صبير وفي كمان بيض. تحب الصبير؟ نعم. نعم صار في صبير، هلا حنقرب الصبيرات بس بعدناهم شوي لحسن ما نعقص. اول سله سله القرنبيط مع بطاطا وفليفله حلوه وفليفله حره مع بقدونس. وامبارح الاستاذ عبده الحلو علمنا علوميه جديده على الصبير، كيف اذا حدا شوك بشيلهم. اذا حدا شوك بالصبير بيقدر يحط، اذا صبيعه فات الشوك بيقدر يحط ايده على شعراته يفركها هيك، بتروح الصبيره او الشوكه من ايده. ميرسي يا عبدو على المعلومه امبارح. ولو يا استاذ مروان نحن ما بنتقدم عليك. اذا لا ابدا، في معلومه كمان مهضومه، اذا كمان اجى الصبير على ايدينا بنقدر نحط علكه، نرجع نحطها محل ما جاي شوكه على ايدنا ونشيلها تسحبها، لانه شوكه الصبير هي مثل الحليب. العلكه غاليه يا مروان، المسكي ب 12000. ماشي اسمها، خلينا نفركها بشعراتنا احسن. بلا العلكه نفركها بشعراتنا ارخص 100%. بس هيك حبيت ضوي انا، بركي حدا عنده علكه من زمان بيقدر يستعملها. هيك بضل يقدر يوصل 100%. باذنجان مدعبل مع نعنع مع بندوره وبصل وفليفله حلوه وفليفله حره. بيرجع عنا سله الفتوش يلي فيها بقدونس ونعنع وروكا وزعتر وبقلي وفجل وخيار وبندوره، فليفله حلوه فليفله حره وبصل، بس اليوم ما في ثوم. سله العرانيس يلي فيها، سله العرانيس فيها اربع عرانيس، كمان كل سلنا ب 10000، هالسله فيها اربع عرانيس. ورحت الكهرباء عادي عادي، هيدي من يوميات رحت الكهرباء. انا بدي اقول لهم ميرسي للناس اللي عندهم موتوريت عندنا بانطلياس، عن جد عسلمتهم. بس كون على الهواء بيقطعوا، يعني قليل ما عم تنقطع عندنا الموتور. لا مش هن قطعوا، راحت الكهرباء، هلا ناطر تيجي الموتور. بس بدي اقول لهم نوري، بس بدي اقول لهم ميرسي كثير لانه عن جد كتر خيرهم، بعتت هالمزبوط بعد ما قطعونا. ميرسي كثير للناس اللي عندهم موتوريت بانطلياس. عندنا الكوسه مع البندوره مع بصل مع نعنع مع فليفله حلوه فليفله حره. سله الاستاذ عبده عم تتألق كمان دائما، سلة تبولة يعني، ففيها الخسة الكبيرة أكيد مع البقدونس مع النعنع مع بصل مع بندورة ومع مع بصل وبندورة. صح، سلة حسيتها بدك تقول وتوم، هيديك مرة حطيت لها للتبولة توم. ايه ما طلع في توم اليوم بعد ما جابوا لنا هالعنب. عنب بلا بذر طعمه رائعه، كمان سله فيها كيلو ب 10000. انا بنت بتحب كثير العنب بلا بذر. اذا بتحب تقولوا بونجور لعبدو وناتالي كمان هيك بيصبحوكم عبدو وناتالي. يلا بونجور للكل، هن عم بيقول لكم بونجور اذا بكون بونجور بونجور. ميرسي ميرسي والله. عايش عندك يا مروان شوي بس كنا مرقنا الحلقه ما توزونا. يلا سله التفاح يلي فيها كمان كيلو تفاح ابيض، وكمان عنا تفاح الجالا من منطقة صغبين من عند سيز مايك التن اللي عطينا فيهم سعر كتير منيح، نقدر نحن نبيع السلة اللي فيها كيلو ب10000. باردون، العنب يلي الكيلو كمان ب10000، هيدا العنب سوبريور كمان بلا بذر طعمه رائعة. وعنا كمان التين اللي ضايقه امبارح يعني عرف قد ايه طيب، واللي ما اخذ امبارح روح عليه شيء كثير طيب. هيدا التين كمان طعمه رائع. في حدا عزمني على اكله صبير بالبترون يا مروان، بدي اقول له ميرسي. مروان في يجي ما تكتر كثير صبير لانه بصير معك زايده. اه اكيد كل شيء زايد صبيرتنا معنا كمان شوي شوي. بس كمان كثره الصبير ما بتسوى، لانه كل حبه صبير
إذا وزنها تقريبا بال 160 جرام أو 200 جرام بيكون فيها أكثر من 300 بذرة صبير. صح. البذر الصغير، فلما ناكل صبير كثير معقول يعمل انسداد بالمصران أو يعمل زيادة حسب حسب الأشخاص، في منهم بيعملهم بالعكس. مزبوط. بيعمل إسهال عن جد. حسب. إيه بس إنه لازم. بس هي بالمبدأ كل شيء من كتر منه بيضار يعني، بالمقبول حبتين ثلاثة منيح. 100%. شتلة الكيل، باردون، سلة الكيل يلي فيها 2 كيل مع بندورة وبصل بيعطوني. وحر، فيفلة حلوة، فيفلة حرة وخيار. وعندنا كمان الموز اليوم ب 10,000، نوعية رائعة. وعندنا كمان سلة اللوبيا البدرية يلي فيها لوبيا بدرية مع بندورة وفليفلة حلوة وفليفلة حرة وبصل وبقدونس. نعم. هو سلالنا لليوم. كل هالسلال موجودة هون، بيقدروا ياخذوا بالكيلو أكيد، بيقدروا ياخذوا بال حدا عم بيسأل إذا في لوبيا. كمان في عنا شو حلو المنظر. في لوبيا، نعم موجود اللوبيا. وكمان في عنا المنتوجات البيتية يلي كلهم شغل بيوت، هالستات عم بيعملونا هالمنتوجات بالبيوت، أكيد ما فيهم مواد حافظة، معمولين على الطريقة التقليدية. اللي بحب يجربهم عنا من لبنة مكعزلة لمربيات على أصنافها، كمان للزيتون، للكبيس الخيار، كبيس المقتي، كبيس مشكل، كل هالأصناف والمربيات مثل ما ذكرت كمان، كل هالأصناف موجودة عنا. وبكرة تقريبا رح مبدئيا رح يكون في عنا رب الحر ورب البندورة من منطقة عنشر. كمان بنرجع نقول لهم بونجور مرة تانية لأنه نطرناهم كتير. يلا عبدو بقى نشتري. يلا خلص سيسرنا. يلا عبدو بدنا عبدو. لا حدا عم بيسال عبد الوقت كله لقالوا لقلكم قد ايه مروان، حدا عم بيسال قد ايش فيهم ياخذوا كميات، يعني قد ايه مسموح ياخذوا كميات؟ شي 2 كيلو اكثر من 2 كيلو مسموح للفرد؟ التين عم نعطي التفاح ما عندنا مشكله، بس التين عم نعطي كيلو كيلو، والعنب عم نعطي كيلو كيلو، مش للمربى يعني. نحن عم نجيب بالتونات بس ال نو مش هيك، هي اهم شيء ما تكون للتجاره صراحه، لانه وقت كثير لا اذا واحد بحاجه ليعمل مربى ما بعرف اذا هيدا تين خرج مربى شين هيك. لا هيدا خرج اكل لانه كثير طيب. اوكي 100%. المربى يمكن بده يكون بفضل صح مستوي اكثر، تينات نوعيتهم كثير منيحه 100%. اكزاكتومو. هلا اذا بمحلات معينه حدا حب ياخذ 2 كيلو ما في مشكله، مش انه عم نحدد لانه الكميه كبيره، بس لانه الاشخاص كثير عم يجوا لعنا فيكون عم نقدر نوزع للكل. وبدي اقول ميرسي للابونا يلي طلب من عنا 200 سله اليوم محضرين له اياهم، وبدي يوزعهم بمنطقه مزهر، بتساوي منطقه بسليم رح يوزعهم ال 200 سله. بنقول له يعطيه الف عافيه وميرسي انه عم ياخذ من عنا. انت كمان يعطيك الف عافيه مروان. كلها موجوده عنا. ثانك يو ثانك يو. نحن فريق بيت الزراعه موجود هون لخدمه الجميع، واي ارشادات بتردوها او اي معلومات انا جاهز، فيني يبعثوا لي واتساب وبنجاوبهم عشية. وديت لك شوف تليفونك نسيت كيف جاوب. يلا رح ميرسي لك مروان حدر، ما بيقصي ابدا، ما بيبعثوا لي القارب ودي لك، بودوا لي القارب ودي لك. شكرا لك مروان حيدر، يعطيك العافيه انت وكل الفريق العام اليوم. مبارك.